صحيح، هو كان عنده تواصل مع المطربين والمغنين، وكانت هذه فكرة في الخليج جريئة. يعني كانوا يغنون، يعني مثلا الشيخ زايد، الشيخ محمد، غنوا لهم في الفترة السابقة مغنين عرب كثيرين، لكن في القصائد العامية، لكن في القصيدة الفصحى لم يغنى لهم إلا أظن قصيدة أو قصيدتين. قصيدتين. الوالد كان شغوف بفكرة الخروج من منطقة الخليج، هو يعني توجهه السياسي والثقافي العالم العربي بأكمله. لا ما في شك، هذا واضح. وعلى فكرة هناك فكان صورة، هناك صورة تعزز هذا التوجه، وأيضا شفتها في الصفحة ديالك على الفيسبوك، هي صورة الشيخ صقر مع جمال عبد الناصر، إيه طبعا وصورة يعني تبان عائلية، يعني في صحيح، البيت مع الأطفال و مع أخويا مع الله أخوك الله يرحمه يرحمه. الشيخ سلطان، ومع أظن عبد الحكيم عامر، عبد الحكيم عبد الناصر، عبد الحكيم عبد الناصر عبد ابن الحكيم جمال عبد الناصر، ابن صورة عائلية في البيت، وهذه تعطي الرئيس فكرة على الكبير عبد الناصر طبعا. طبعا، يعني هذه تعطي فكرة على التوجه أيضا القومي العروبي صحيح للوالد، صحيح يعني صحيح، توجه واضح في شعره أيضا. وفي حياته احنا لجأنا إلى مصر أيضا، يعني أم الدنيا وأم صحيح كل المخالفين والمختلفين والباحثين عن التغيير وعن الوجه الأجمل للبلدان. وعموما هذا بحث جماعي اليوم عن أي هذا الله يرحمه الوجه صحيح. الأجمل لبلداننا العربية جميعا. لهذا فجمالي في الصور هي كانت في اللحظة، نعود للكلمة، إنها يعني هي في كانت الجمال في البلدان والجمال في الصور. جمال، لا كانت أيضا لحظة فاصلة في فترة ثورة يناير، ثورة ثلاث يعني الثورات المصرية الأخيرة، ثورة يونيو، وكيف كان الأشخاص يعني يقتلون ثم تجد صورتهم تبتسم في الفيسبوك وعلى الإنستغرام، صور قديمة أو صور جديدة. كيف أنك أنت تتحدث عن الوالد فأكتشفه من خلال التكنولوجيا، كيف أنك أنت تضع صورة فتجملها بأدوات التجميل الحديثة، فأصبح جمالك داخل الصورة ليس في داخلك أنت. وهناك فرق بين الذات والداخل وبين ما يظهر في الصورة. صحيح.